وللمزيد ينضم إلينا السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير نرحب بك. دبلوماسيا، العلاقات ما بين مصر وأرمينيا منذ عام 1992، ولكن العلاقات الشعبية ممتدة لمئات السنين. كيف تابعت أولا الزيارة أو الجولة الأسيوية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحديدا اليوم إلى أرمينيا والمؤتمر الصحفي بين الرئيسين؟ يعني حضرتك تسمحني بدايه ان انا اشير الى ان جوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في كل من الهند واذربيجان وارمينيا بتهدف في المقام الاول الى تعظيم مصالح مصر الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه والثقافيه والعلميه. نعم. جوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه عكست اراده سياسيه قويه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وكل من رئيس وزراء الهند ورئيس اذربيجان ورئيس ارمينيا من اجل العمل على تطوير وتعزيز العلاقات في كافه المجالات بين مصر وكل من الهند واذربيجان وارمينيا. هناك اراده سياسيه قويه من اجل ترفيع وتطوير العلاقات مع الدول الثلاثه. وهنا حضرتك خليني أشير إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارة الهند وخلال زيارة أذربيجان وأرمينيا سيادته كان حريص كل الحرص على لقاء والاجتماع مع رؤساء مجالس إدارة كبريات الشركات في هذه الدول من أجل جذب الاستثمارات الهندية والاستثمارات من أذربيجان والاستثمارات من أرمينيا إلى مصر في كافة المجالات وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، انطلاقا من حرص السيد الرئيس وحرص سيادته على دبلوماسية التنمية الاقتصادية وتعظيم مصالح مصر الاقتصادية. نعم. زيارات سيادة السيد الرئيس للدول الثلاثة ده هي بتعكس هذه الإرادة والأولوية اللي بيعطيها السيد الرئيس من أجل تعظيم المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية لمصر من جانب، ومن جانب تاني بتؤكد على المبدأ اللي أرساه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية التي تقوم على أساس التوازن في سياسة مصر الخارجية والتنوع في سياسة مصر الخارجية بما يخدم مصالح مصر وتعظيم مصالح مصر في كافة المجالات. زيارة السيد الرئيس يعني أمس اللي بدأت لأرمينيا، أولا احنا عارفين ان العلاقات بين مصر وأرمينيا علاقات تاريخية، وان مصر فتحت أبوابها للأرمن في أعقاب المذابح التركية التي ارتكبت ضد الأرمن في عام 1915، واحنا بنتذكر وجود الاخوه الارمن في كل من القاهره والاسكندريه وبورسعيد واندماجهم في المجتمع المصري. وهنا حضرتك خليني اشير الى موقف مصر المتميز للغايه من نزاع ناغورنو كاراباخ بين كل من ارمينيا واذربيجان. نعم. وهو الموقف الذي يتسم بالحياد واللي اكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وطالب سيادته بضروره التوصل الى تسويه سلميه بالطرق السلميه للنزاع الخاص بناغورنو كاراباخ. مصر حريصه كل الحرص على تطوير وتعزيز العلاقات مع كافه دول العالم، وده انعكس في زيارات السيد الرئيس المختلفه لكل من الهند واذربيجان وارمينيا. وانا حضرتك خليني اشير الى ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه حريص في كل زيارات سيادته الخارجيه وخلال مشاركات سيادته في كافه المنتديات والمؤتمرات والقمم الدوليه على تعظيم مصالح مصر الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه والثقافيه خلال زيارات سيادته الخارجيه. نعم، مواقف مصر الدائمة والداعمة لأرمينيا وتقابلها أيضا مواقف داعمة من أرمينيا لمصر في كل المحافل الدولية والإقليمية. السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا عبر شاشة التلفزيون المصري.